مرة بتاينت مستجاب دعوة نغتت تطلو واحد أنا يوم لا هي بدل ما بري وحام ويدي سري ما نارك مرة بتاين لقى أقبله سامك عش إن بري عند الله مقبولة نغتة الباب هذا الله يكون فريهين وحكم إذا وحيا به كفر ما قفكو وحنا ينا إلى عليا فرجي سنة إلى شرع أبو عليه الصلاة والسلام وحت المام صدح نين أو صفر قلي أو بور أو كهري أو قد قلي قد كنت أي كتيرين بور ليلة روكو مركو هلو أي بيهو شمان لك حنت وين ويد داتان قارو عيد يرى هاي سوق قضاء دابا تانا لك حنت ويسود لندو العودة نمانكو قد كي أي روكو كقلين أيوم بعد نجح كسود لندو العودة يو أفكو كدوار بور عدلا قد كيال ونجح كود دمي ووحك وصفر هاي وعدك تبي سي عدك هلي ساتون أنا يشرين لا موبايل بان شرين ولا وحلا شرين سون كان يغبها حالات كلا عمر كان نمط أي سد حدين إلى دم ريال نو ولو ببل وحياة سلا ذي عمل وانا أكسبها يا إلهي أنا مود وانا سي الله كبري سد حدين المد ولا بعمل كيسو إلهي كبري يدوح كبري ربي إن والد يا داعي شري وحتى مال المال ما كم إذا حولها مكو صاحر أيه عهور تسير نارك سيطان وحسين أي والد كي يداء وحسين شري مالتي دم حوليه فقادين قردن بو يمي وصال لصي مركو لد اليم بو يمي لبدي سي والده هرده لا تنوح يسيري عهور يا عطر وحسين والد كوه الرسي ولد الفرسته انت بضان دت كواوين هردا دو 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 اسكا لواتن لواتن دقيقه وفي مر بدا غاره ويرى صيح دا وا صوت وصا ويرى صيح دا وا صوت وصا من كان الهي ما كو يتحامل وما سوتو سواي سيد ولد الفديع عنه ما وابو بري عنو حلي لسي او سلاها مر اون اينا كلا قادن هن توسيني هردادو دا هسكا هردان لكن مركا اينا كلا قادن اتسي سيد بولها دابا تانا واغا هو بريا سيد ولد الفديين لاتنا الهي بو بريا وحولي يا رب وادوك تاينا درتا سيدا وسميني وان والدك سيدا وسمع فلي الى ان نجح نجف يقول نجح ان بوها انقضى لكن ان لو ربح كرمها متك لا الهي بريا وحكو بريا انو شغاله وشقايين ودابا تانا حوله هذي يسيي ومدي وكتغي هولي ومدي قادم واي ونكي اسكتغي وبري الدبا وصان وضي او يلو وريو حولا هاي يسي وحيان كو وشق اي يسي نبتنا حولا بورنا داقيا او يلو عارق هبكا داقيا ونا دالك حيسو وري وعيارنا انتي ما نتايدونا شق استي انتي دونو سيبو لي وحولي انت هادي انت شق استي حولي هان ركروغ اي كبيرتي دبتنا انت هسيك وقويس بحياتك تكتا وكاسي إلا هو أنك تقول يا أمانة دراتي إنك أو حوغا غيري اللي بتوحي سي إنت أنو بديي أو روك روكي إنا أدقى دراتي أو سي وحاسو أدونا أمان وشاقرية إلا هو أنك فيت إنك لا إلهي كفيت ولي لك ما وضع بحكم صدح ذو الحديث وكاله الرئيسين يا سيدوك له الرئيو بين شاقيني كان كصدحات وحو شاقنا يا قبان هنا ديرتي يا أقو شعلا دينا يشرتي دبتنا قبان دا إنو يسكد دا يسك كستا إنو كهلو ويديد قبان دي 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 أو أباري كون عضي أو باهم باو تبي مركان أبار باهي سوا باها طي دبتنا وحو يلي سكي دي حوالنا ما قصينا يا وهو بلن قادين نسكيل الذهب وسي نسكيل الذهب نسكيل الذهب وامس هو قصر من الله عقا وحولا ضبط نسكيل الذهب وسي هنا يسو ديبت طبعا ديوا هن شابتاي واسكا غباش لكن هذا نولي إلهي بحصوصا باهينا وحن ويكو كلفت هي ده الذهب هنا هاي السبب وحي كنت دوريا والإلهي كبقو
oo meeshaasi waxaan xalaal ahayn ha ku goyn. Ittaqillaah bay ku timi, ereygaasaa madaxiisa galay. Ittaqillaah, warooy ilaahay ka cabso ayay ku tidhi. Dabeetana maradiisu dib u xidha, wuu iskaga tegay, dahabkiina wuu siiyey, xumihiina waxaa ka kaxaysay in lagu yidhi maxay, ittaqillaah, ilaahay ka cabso. ilaahay buu baryey, ilaahay camalkaasu ku baryaya, ilaahu adiga daraada inaan zinada uga tegay. Dabeetana ilaahay dhagixii uu ka fayay. Idan saddexda nin mid ka mid a ducadiisa waxa lagu aqbalay maxay, inuu farjigiisa dhowrtay. Qiso kale oo xagga haweenkaanaan mid sheega malaha, nabiyullaahi Ibraahim ayaa hijrooday isagoo ay la socoto haweenaydiisii Saara la odhan jiray. Saarina gabadh qurux badan bay ahayd, waa nebi Isxaaq hooyadii. iyagoo hijradoodii wata ayay ku soo baxeen meel boqor boqorada ka mid uu ka taliyo. Boqor aada u dhaqan xun buu ahaa. Gobolka uu ka taliyo gabadh qurux badan haddii la arko waa in isaga loo geeya. Gabadh kastoo qurux badan boqorku waa inuu la seexdaa, waa in loo geeya. Nebi Ibraahim oo safaro haweenaydiisiina wata, haweenaydiisuna oo gabadh qurux badan oo Saara la yidhaahdo ayay meesha yimaadeen. Dabeetana nebi Ibraahim baa gabadhii laga qaado, boqorkaa loo geeyay. Nebi Ibraahim baa loo yeedho, wuxuu ku yidhi man hadii lati macaka, warta kula socotaa maxay ahayd. Nebi Ibraahim wuu ka cabsado, wuxuu yidhi waa walaashay. Dabeetana waa la soo daayay, iyaduu yidhi keena. Nebi Ibraahim iyadii buu la hadlay, wuxuu ku yidhi na waa walaashay baa ku idhiye, haybeenin gabadh kastoo aroosu ninkani qaataa. Waxaan ku yidhi waa walaashay, waanad og tahay dunida meeshan aynu joogno maanta labadeennuunba wax muslima jooga, inagunba walaala, cid kale oo aynla walaalle ma jirto. Haybeenina sida adna yeel buu leeyahay, adna waa walaalkay dheh. Waa loo keenay. Markii loo keenay ayay tidhi in yar isug, waa weysaysatay. Dabeetana salaad bay tukatay, dabeetana ilaahay bay baratay. ilaahay maxay ku baraysaa? allahuma in kuntu aamantu bika wa birasuulik wa axsantu farji ufirsa tacbiiqa. Xelada ilaahayow, haddaan adiga ku rumeeyey oo rasuulkaagii rumeeyey oo farjigayga aan ilaashaday, ninkayga mooyaanaan cid kale weliga i taaban. falaa tusallit calaya hada alkaafir, ilow gaalkaahaygu ibtilayn. waa weysaysatay, waa tukatay, ilaahay bay bariday. ilaahay waxay ku baryaysaa iimaanuhaa billaahi wa birasuuli, rumayntay alle iyo rasuulkii rumaysay iyo dhowrsanideeda, inay farjigeeda dhowratay oo aanay ninkeeda mooyaane weligeed cid kale arag. ilaahu gaalkaahaygu itixaaban bay tii, gaalkii baa suuxay. markuu suuxay naftii isugu timi, waa labadooda ayaa istidhi oo hadday nafta ka baxdana soo loodhan maayo iyadaa dishay. ilaahay yow haygu dilin bay tidhi, ila waxa ka baqaysa hadduu dhintana in loo qabsado oo la yidhaahdo iyadaa dishay. haddana ilaahay bay barido, waxay tidhi ilaahu kici, wuu soo kacay. axmaq buu ahaaye, markaasuu haddana isku soo maqiiqay. war bal yara sug bay tiri, waa weysaysatay, waa tukatay, salaad kalay gashay. mar labaad bay ilaahay bariday. markay ilaahay bariday, intii ilagala ku bariday haddana dib u suuxa. naftu markay qabatay bay istiri, war haddana waa lagu qabsan doonaa. ilaahay bay weydiisatay inuu kiciyo, waa soo kacay. riwaayadka qaarkood waxay tilmaamay mar saddexaad buu haddana isku day. ilaahay bay haddana bariday, waa miyir beela, waa suuxa. haddana ilaahay bay bariday inaan loo qabsanin uu ka kaco uu ka kaca. mar saddexaadkii markuu arkay inaan waxba u suurtagal ahayn ayuu wuxuu yidhi shaydaamad bay noo keeneen. dabeetana Haajara nebi Ismaaciil hooyadii ayuu ku daray, wuxuu yidhi taasina ha kuu shaqaysa kaxayso. nebi Ibraahim
تانا قاده بوله وليبا شقاله قور نقطه كحيسو وهاجر نبي اسماعيل قبله هويدي نقن دوتا وانكم با مركا سو سيي نبي الله ابراهيم حقا كلنا نبي ابراهيم بيوتيما وهو قائم يصلي سنيسكو تاغن او الهي بريي يانا وي تاغنيدو الهي بي بريسي اسن حقا كلو تاغن يو صلاه تاغن يو ربي بريي ان الهي هو انت سووا بالبادي. اذا ايها الاحبه وحلينا هذا ربط ان دعاءنا لقى اقبله وحيابها الدعاء لو اقبله وحكم اذا مركا لو سند فرج قاقا ولو سند كوي قدك قالينا الهي كربدا وكقفيد قبرني بغر كرنا وكحيستينا الهي سبحانه وتعالى وكبد بادي ما حكو سوكوبينا مركا لو سند دين تكملت حيابها الجنة لو قرأ كملت حيابها فردوس الأعلى لو هلبة كملت حيابها قرآن كإلهي نبي قو أماني نبي يوسف هاكو أماني بكملت هو أنتو أماني مريم ابن عمران إلهي قو أماني بكملت ولذلك قفك مسلم كأيوهن ونور صنادق